تحدثنا في الفنجان الماضي عن أسباب الدعم الشعبي العالمي للقضية الفلسطينية، ولكن هل جال في خاطرك لماذا لا ترغب الدول الأوروبية في استعادة مواطنيها اليهود؟ فنجان قهوة أو شاي حسب الرغبة، ولنبحث معاً عن السبب الرئيسي الذي يدفع حكومات الغرب لإبعاد معتنقي أقدم الديانات السماوية عن أراضيهم ونفيهم إلى فلسطين. وقبل ذلك يرجى الإعجاب ومشاركة المحتوى مع من تحب والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك كل جديد. في يوحنا 30 أغسطس 1290 أصدر ملك إنجلترا إدوارد الأول أمراً بطرد كل اليهود من بلاده، وأصبح أول بلد يقدم على هذا الإجراء في أوروبا قبل إسبانيا بثلاثة قرون. فكيف تم ذلك؟ وصل اليهود إلى إنجلترا في عام 1072 بدعوة من ويليام الفاتح الذي كان بحاجة لاقتراض المال لتنفيذ برنامجه الخاص ببناء القلاع والكاتدرائيات، ولأن التعاليم الكاثوليكية لا تسمح للمسيحيين بالإقراض بفائدة، فقد تم تشجيع اليهود على المجيء للعمل في هذا المجال حتى يستطيع اقتراض المال الذي تحتاجه حكومته. وفي الوقت الذي تحول فيه بعض اليهود المقرضين مثل آرون من لينكولن وليكوريتشيا من أوكسفورد إلى أشخاص فاحشي الثراء، فإن الكثيرين من اليهود عملوا في مهن مختلفة داخل طوائفهم، بداية من الطب وليس انتهاء بتجارة السمك، وكانوا يعيشون في أنحاء عديدة من ويلز وإنجلترا حيث يمارسون طقوسهم في بعض الأحياء الكبيرة. وكان من المسموح لليهود الاختلاط بحرية مع بقية السكان، وكان الملك هنري الأول قد منحهم ميثاق الحريات، والذي يعني أنه كان من حقهم دخول قلاع الملك بأمان لو شعروا بالخطر. لذلك كان أغلب السكان يشعرون أحياناً أن اليهود في صف الحاكم، وكان على اليهود دفع ضرائب أعلى من غيرهم مقابل حماية من قبل التاج. ويصعب الحصول على صورة كاملة لحياة اليهود في إنجلترا في القرن الثالث عشر، إذ لا توجد أي مواد مكتوبة، وإن ظهرت أسماؤهم في بعض سجلات الضرائب والوثائق القانونية، كما أن هناك بعض المباني المسجلة بأسمائهم مثل بيت اليهود في لينكولن وبقايا حمام الطقوس في بريستول. قبل ذلك وفي روما أصدر الباب بولس الرابع قراره الذي أدان فيه اليهود بقتل المسيح عيسى ابن مريم رسمياً، وفي أعقاب ذلك فر الكثير من اليهود من الولايات البابوية، وألغى المرسوم جميع حقوق الجالية اليهودية، وفرض قيوداً دينية واقتصادية على اليهود في الولايات البابوية، وجدد التشريعات المعادية لليهود، وتعرض اليهود لمختلف التدهور والقيود المفروضة على حريتهم الشخصية. وبناء على المرسوم البابوي تم إنشاء الحي اليهودي الروماني، وطلب من يهود روما الذين كانوا موجودين كمجتمع منذ العصور المسيحية وكان عددهم حوالي 2000 في ذلك الوقت أن يعيشوا فيه. وكان الحي اليهودي عبارة عن حي مسور بثلاثة بوابات يتم إغلاقها ليلاً. وبناء على المرسوم أيضاً طلب من الذكور اليهود ارتداء قبعة صفراء مدببة، والإناث اليهود منديل أصفر، وطلب من اليهود حضور الخطب الكاثوليكية الإجبارية على الشعب اليهودي، كما أخضع المرسوم اليهود لقيود أخرى مختلفة مثل حظر ملكية الممتلكات وممارسة الطب بين المسيحيين، ولم يسمح لليهود بممارسة الأعمال غير الماهرة إلا كرجال خارقين أو تجار سلبيين أو تجار أسماك. ربما هنا سنفهم الحاضرة، وبأن الهدف الحقيقي للغرب هو نقل ما سميت خلال القرن التاسع عشر المسألة اليهودية من أوروبا إلى العالم العربي، فقد كانت تلك المسألة عبئا على البلدان الأوروبية حاولت التخلص منها عبر رميها على أكتاف العرب ليصبحوا المسؤولين عنها أمام العالم.
ويمكن تشبيه الأمر دون كثير مبالغة بدفن النفايات خارج التراب الأوروبي للتخلص منها. فقد نشأت المسألة اليهودية داخل أوروبا وروسيا، ولم يعرف العالم العربي والإسلامي إطلاقاً تلك المسألة طيلة تاريخه، لأن يهود أوروبا عاشوا طوال قرون الإبادات الجماعية ومحاكم التفتيش والقتل والإحراق والطرد على يد المسيحيين والكنيسة الكاثوليكية بسبب اتهامهم بجريمة قتل المسيح. وخلال تلك الفترات قتل مئات الآلاف من اليهود الذين كانوا يمثلون العرق الشرير والجنس الشره الميال إلى الطمع والربا وجمع الأموال، كما جرى إلصاق جميع الشرور بهم في العقل الجمعي الأوروبي المسيحي، مثل السحر والطاعون الأسود والجفاف، بل كلما كانت تحدث الكوارث في أوروبا مثل المجاعات أو سرقة الأطفال أو الحروب كان اليهود المتهمين، حتى عرفت اللغات الأوروبية عبارة شهيرة هي اليهودي الوسخ. ومع ظهور النزعة القومية في أوروبا المسيحية وسعي كل قومية أوروبية إلى الاستقلال بنفسها في دولة قومية بعيدا عن القوميات الأخرى، ظهرت المسألة اليهودية كقضية نشاز داخل المجتمعات الأوروبية، لكون اليهود لا ينتمون إلى أي من تلك القوميات الأوروبية بل يمثلون عرقا قائم الذات. وخلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر طرح كارل ماركس لأول مرة هذه المسألة في كتاب تحت عنوان عن المسألة اليهودية، حيث حاول البحث عن حل لها داخل أوروبا نفسها بعيدا عن الحلول الكثيرة التي كانت مطروحة قبل ذلك، ومن جملتها التخلص منهم عبر جمعهم في وطن قومي خاص بهم أو إبادتهم. ورغم أن ماركس كان يؤمن بالطبقات الاجتماعية، إلا أنه لم يدرج اليهود في أي من تلك الطبقات التي تحدث عنها، بل تعامل معهم باعتبارهم فئة على حدة، أي يهوداً. وتلخصت فكرته في حل المسألة اليهودية في أن يتخلص اليهود من الجشع وحب المال والربح والتجارة، لأن ذلك هو السبيل الوحيد لتحررهم واندماجهم في المجتمع الأوروبي. بيد أن هذا الحل لم ينجح على أي حال، ثم توالت الاقتراحات لحل المسألة اليهودية، وكلها كانت تصطدم بواقع اليهود الملتصقين بدينهم وتقاليدهم التاريخية الصلبة. وفي الستينيات من القرن الماضية نشر جان بول سارتر كتابه الشهير تأملات في المسألة اليهودية، ولم ينتقد اليهود كما فعل ماركس، بل انتقد الأوروبيين ونزعة معاداة اليهود، ودعا إلى الديمقراطية كحل لمعضلة الوجود اليهودي في أوروبا، بحيث يتم تذويبهم في المجتمعات الأوروبية عبر الأساليب الديمقراطية. كل تلك الحلول لم تجد نفعاً، واستمرت معاناة اليهود في عدد من البلدان الأوروبية وروسياً، فقد كانوا يعيشون معزولين عن الأوروبيين في تجمعات مغلقة، وهو ما زاد من تغذية موجة العداء لهم بسبب نزعة الانفصال التي يتميزون بها عن الآخرين. ومع بروز الدول القومية وانقسام أوروبا المسيحية إلى دول قومية، طرحت المسألة اليهودية نفسها بقوة كعبء على جميع القوميات الأوروبية، ليبدأ التفكير في حلها جذريا حتى لا يستمر الصدام بين العرق اليهودي والأعراق الأوروبية، وأخذ اليهود أنفسهم يفكرون في حل لقضيتهم على أساس قومي شبيه بما صنعه الأوروبيون، لكي يميزوا أنفسهم كقومية عن القوميات الفرنسية والألمانية والإيطالية والنمساوية والروسية وغيرها. فبدأت الفكرة الصهيونية تتبلور في عقول بعض اليهود الأوروبيين، أمثال ثيودور هرتزل الذي نشر كتابه الدولة اليهودية في الوقت نفسه الذي نشر فيه ماركس كتابه المشار إليه عن المسألة اليهودية. وفي ثلاثينيات القرن الماضي عندما حكم الحزب النازي القومي ألمانيا، حيث أحرق اليهود الألمان، حصل أول صدام حقيقي بين العرق اليهودي وأحد الأعراق الأوروبية، وهو العرق الآري،
فاقتنعت أوروبا بأنه لا مستقبل للعرق اليهودي إلا في وطن قومي خاص به، وهنا بدأ التفكير جدياً في فلسطين كوطن قومي بديل لليهود، وأخذت أوروبا تتبنى هذا الطرح الذي وجد تجاوباً لدى اليهود بحكم ما ورد في التوراة عن فلسطين كأرض للميعاد. وتلاقت المصلحتان، فأوروبا بمنح فلسطين لليهود سوف تتخلص من المسألة اليهودية نهائياً، واليهود بأخذهم فلسطين سوف يتمكنون من إنشاء وطن قومي لهم وتنفيذ وعد التوراة، وبقية القصة معروفة، إذ بعد احتلال بريطانيا فلسطين منحتها لليهود بمقتضى وعد بلفور الشهير عام 1917، ثم جاء قرار تقسيم فلسطين عام 1947، وإعلان دولة إسرائيل في العام التالي. فالمسألة اليهودية إذن هي قضية ولدت داخل أوروبا، ومن قلب معاناة اليهود الأوروبيين، ولم تكن أبداً قضية العرب والمسلمين. ومن أوضح الأدلة على ذلك أن الحركة الصهيونية نشأت في أوروبا لا في العالم العربي والإسلامي، وكان الدافع إلى إنشائها انتقال أوروبا من المسيحية إلى الدولة القومية موحدة العرق. وجميع زعماء الحركة الصهيونية منذ القرن التاسع عشر هم من الأوروبيين، وليس بينهم يهودي واحد من العالم العربي والإسلامي، أمثال هرتزل وموسى هس والبارون أدموند روتشيلد وحييم وايزمن وهربرت صموئيل وفلاديمير جابوتينسكي وموسى مونفوري وغيرهم، كما أن مؤسسي إسرائيل الأوائل كانوا من يهود أوروبا، أمثال دافيد ابن غوريون وموشي شاريت وإسحاق ابن زفي وزلمان شازار وإسحاق نافون وحييم هرتزوغ وشيمون بيريز ومناحيم بيجن وغولدا مير وإسحاق شامير وأرييل شارون، وليس بينهم يهودي واحد من العالم العربي والإسلامي. وعندما بدأت الهجرة اليهودية إلى فلسطين خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر كان يهود أوروبا وروسيا أول المهاجرين، فهم الذين أنشأوا أول الكيبوتسات، وهي المستوطنة الزراعية والعسكرية. وهم الذين أنشأوا الصندوق اليهودي العالمي لجمع التبرعات، والوكالة اليهودية لتهجير اليهود. ولم يبدأ اليهود العرب الهجرة إلى فلسطين إلا في النصف الثاني من القرن العشرين بوجه خاص، أي بعد أن اكتمل المشروع الصهيوني وظهرت دولة إسرائيل، فهم لم يكونوا معنيين بالهجرة إلا بعد أن ظهرت الحاجة إليهم لتحقيق التوازن الديمغرافي مع الفلسطينيين وتكثير أعداد اليهود. وما يفسر لنا هذا بوضوح أن يهود إيران على سبيل المثال لم يهاجروا إلا في الثمانينيات، أما يهود إثيوبيا الفلاشة فلم يهاجروا إلا في التسعينيات من القرن الماضي، بينما كانت هجرة يهود أوروبا تجري بحماس كبير وعلى وجه الاستعجال منذ نهاية القرن التاسع عشر، وحتى اليوم تتمثل النواة الرئيسية للنفوذ الاقتصادي والسياسي والعسكري في يهود أوروبا فقط، بينما يوجد يهود الشرق على الهامش، لكي يتبين لنا أن إسرائيل مشروع أوروبي من حيث التكوين التاريخي ومن حيث البنية السوسيولوجية. ومع انتقال يهود أوروبا إلى فلسطين انتقلت معهم المفاهيم الأوروبية التي أطرت وجودهم في أوروبا، مثل الإبادة والمحرقة وغيرها. فمفاهيم الإبادة الجماعية والحل النهائي والهولوكوست والمحرقة والمذبحة هي مفاهيم تنتمي إلى الثقافة الأوروبية ولم تعرفها الثقافة العربية الإسلامية، كما أن مفهوم معاداة السامية ظهر في أوروبا فقط لا خارجها، وقد تحدث عنه سارتر باعتباره نزعة أوروبية خالصة، وأبلغ دليل على ذلك أن العرب أنفسهم ينتمون إلى العرق السامي، ولا يمكن لهذا المفهوم أن يكون عربياً إلا إذا كان العرب يكرهون أنفسهم أيضاً. وانت تشرب قهوتك في فنجانك، أرجو أن قمنا بشرح الموضوع بشكل كافي، وعليك أن تعرف بأن أوروبا تشعر بالذنب وتريد أن تتخلص من ماضيها الدموي، ولذلك فإن ما يقال اليوم عن إبادة اليهود على يد الفلسطينيين والعرب مجرد أكاذيب لتحويل التهم التي كانت تتهم بها أوروبا إلى العرب والمسلمين،
وتحميلهم المسؤولية عن مصير اليهود الذين تخلصوا منهم برميهم على أكتاف العرب والمسلمين وعلى حساب الفلسطينيين، وما نراه من دعم غربي مقدس لإسرائيل ليس سوى محاولة للتكفير عن الذنب الأخلاقي تجاه اليهود طيلة قرون من الاضطهاد والإبادة الجماعية والكراهية. بعد أن تخلص الغرب من المسألة اليهودية من خلال إنشاء دولة إسرائيل ليصبح العرب والفلسطينيون مسؤولين عنها أخلاقيا أمام العالم، ولتصبح كل مقاومة للاحتلال معاداة للسامية ومحاولة للقضاء على العرق اليهودي. دمتم ودامت غزة حرة أبية أبدية.